السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناة معرزان. مرحبا بكم في يوم جديد مع وصفة طبيعية جديدة. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارككم مشروب طبيعي لزيادة الوزن، مشروب صحي اللي غادي يزيد الوزن ديالنا بطريقة سريعة وطريقة آمنة وصحية. فيه مكونات وعناصر غذائية مهمة غنية بالفيتامينات والمعادن اللي كيفتقدها الجسم ديالنا. ان شاء الله غادي نعالجوا مجموعة من المشاكل الصحية. بالنسبة للسيدات اللي عندهم مشكل ديال تساقط الشعر، كيعانيو من قلة الكثافة في الشعر ديالهم، كذلك كيعانيو من تقصفات الأظافر، كيعانيو من نقص نسبة الحديد. هذه المشاكل كلها غادي نعوضوها بهذا المشروب اللي سهل وطبيعي وغير مكلف تماما. نحضروه في البيت ديالنا كل يوم، نحضروا نسبة اللي غادي نشربوها المقدار ديال لتر ونصف، ونحضروه كل يوم ونشربوه، يعني يكون جديد بطريقة جديدة وصحية وآمنة. خليكم معي الآخر فيديو باش ان شاء الله تستفدوا من هذا المشروب وهذه المكونات الغذائية اللي هي غير مكلفة تماما ومتواجدة في جميع البيوت المغربية وعندها قيمة غذائية مهمة بالنسبة للجسم ديالنا. اذا ما نطولش عليكم، اول مكون غادي نحتاجه اللي هي الحلبة او لافينيكغيك. الحلبة اللي هي مهمة جدا للناس اللي عندهم مشاكل ديال الامراض السكري، يعني كتضبط نسبة السكر في الدم، كتنظم مستوى السكر في الدم، كذلك كتساعدنا على الهضم. الناس اللي عندهم كذلك ثقل او سوء في الهضم كتهضم، يعني كتخلي الاكل ديالنا او التغذيه ديالنا تهضم بطريقه سهله. كذلك الناس اللي عندهم التهابات وجروح مهمه جدا الحلبه في علاج هاد المشاكل، والناس اللي عندهم كذلك حرقه المعده، والسيدات المرضعات كتساعدهم كذلك بشكل كبير باش يعني على زياده نسبه ادرار الحليب. مجموعه من الاشياء تعالجها الحلبة. اذا بالاضافة الى زيادة الوزن بطريقة صحية وزيادة نسبة الدم او الهيموغلوبين في الجسم ديالنا. اذا غادي نحتاجو تقريبا 3 معالق كبار من الحلبة. غادي نحتاجو الزبيب، حتى هو مفيد جدا. الزبيب غني بالعناصر الغذائية المهمة للجسم ديالنا، وكيعزز نسبة المناعة في الجسم ديالنا، وكيحمي حتى هو او كيقي من الاصابة بفقر الدم. كذلك غادي نحتاجو النافع البلدي او الشمر النافع اللي هو مهم جدا، كيعالج هو مجموعة من المشاكل الصحية، فقر الدم، الانتفاخات، الغازات في الجسم ديالنا، وفي نفس الوقت كيفتح الشهية وكيعطي يعني كيخلينا ناكلو بواحد الطريقة صحية وطريقة جيدة. اذا 3 مكونات فقط، الحلبة، الزبيب، وحبة حلاوة. اذا هادو هما النافع اذا هادو هما المكونات 3 اللي غادي نحتاجو باش نحضرو هاد المشروب الصحي. خليكم معايا. اذا غادي ناخدو شي كاسرولة وغادي نديرو فيها تقريبا كأس كبير من الماء، وغادي نوضع فيها الحلبة باش تغلى واحد المدة ديال 5 دقائق. كيف قلنا 2 المعالق ديال الحلبة، يستحسن تكون حلبة بلدية، وغادي نوضعوها فوق نار هادئة ونخليوها واحد المدة ديال 5 دقائق حتى كتعطينا واحد يعني هذاك الماء المغلي اللي كيكون في الاول. غادي نزولو، خليكم معايا باش تشوفوا طريقه تحضير هذا المشروب. اذا انا وضعتها فوق نار هادئه، يعني غادي نخليهم نقصوا عليها ونخليوها حتى كتطبخ وتطلق لنا هذاك الغليه، كيف ما كنقولوا الغليه الاولى او السائل الاول. غادي نصفيه ومن بعد غادي نعاود نرجعها تغلى فوق النار. خليكم معايا. اذا من بعد ما غليناه غادي نصفيه هذاك الغليه الاولى، كيف قلنا المده ديال 5 دقائق، ومن بعد غادي نرجعو، غادي نضيف كميه اخرى من الماء وغادي نرجعو لتحت النار هادئه باش يغلى مده ديال 5 دقائق. ومن بعد هذاك هو المشروب اللي غادي نحتاجوه باش نستعملوه في الاناء ديالنا. بالنسبه لهاد السائل ما غاديش نضيعوه، نخليوه حتى يبرد ونستعملوه في بخاخ ونستعملوه لخصلات الشعر ديالنا، كيساهم بشكل كبير في تقويه الشعر وبصيلات ديال الشعر. يعني نحاولوا اننا ما نضيعوش الماء ديال الحلبه، مهم. كذلك نقدروا نستعملوه في وصفات طبيعيه للبشره ديالنا، نخلطوا به بعض المكونات بحال الحليب، بحال الحلبه مدقوقه او الحليب او الحمص مطحون، يعني ضروري نستعملوه او نستغلوه ما نضيعوش. ومن بعد خليكم معايا باش نوريكم الطريقه ديال تحضير المشروب. كيف ما كتشوفوا معايا انا رجعته للمره الثانيه باش يغلى، كيف قلنا المده ديال 5 دقائق، وهذا هو الماء اللي غادي نستعملوه في المشروب ديالنا. اذا غادي نصفيه للمره الثانيه. اذا من بعد ما صفيناه غادي نضيف ليه معلقه كبيره
من نافع البلدي. بالنسبه لهذاك السائل او الملو اللي حيدنا ديال الحلبه كنزولوا هذيك المروره اللي كتكون في الحلبه باش كنحصلوا على مشروب يعني يكون حلو، مشروب يكون كيف ما كنقولوا نقدروا نشربوه نهار كامل ما نحصلوش عفوا من نستطعموش عفوا المذاق المر ديال الحلبه. طبيعة الحال وقت ما حسينا بالعطش هذاك هو الماء اللي غادي نبقاو ناخذو، وغادي ندير جوج معالق كبار من الزبيب، وغادي نخلي هذا المنقوع لمده تقريبا ديال 30 دقيقه حتى كتلقوا لي هذوك المكونات في ما بعد، ومن بعد غادي نضيفهم في قرعه ونزيد عليهم الماء مقدار ديال لتر حتى لتر ونص، وغادي نبقى نشربو طيله النهار. هذا المشروب كنحضروه كل يوم يعني ما غاديش نخليه في الثلاجه ونستعملوه اليوم المقبل، كل نهار كنحضروا الكميه اللي بغينا وكنبقاو نشربوه وقت ما حسينا بالعطش وكنشربوه وكنستعملوا هاد المكونات فقط، وان شاء الله غادي تلقاو نتيجه مرضيه. اذا هذا هو المشروب ديالنا، هو جاهز حضرناه يعني بطريقه سهله طريقه بسيطه مكونات غير مكلفه ومشروب صحي 100% كيزيد الوزن بواحد الدرجه سريعه وطريقه صحيه وامنه، كذلك يزود الجسم ديالنا بالطاقات والمعادن والعناصر اللي كيفتقدها، كيعالج مجموعه من الامراض، كيعالج كذلك مشكل تساقط الشعر تقصفات الاظافر، علاج فقر الدم بواحد الطريقه سهله يعني بلا ما نحتاجوا ناخذوا الادويه. مهم جدا، مكونات ثلاث مكونات رائعه جدا ومهمه جدا في زياده الوزن. بالنسبه للاطفال فوق سن العشرة يقدروا ياخذوا هذا المشروب كيف ما قلنا وقت ما حسينا بالعطش ناخذوه نتناولوه ونحضروه كل يوم، يعني الطريقه يكون جديد طريقه صحيه بطبيعه الحال، زبيب والحلبه والنافع البلدي هذه المكونات اللي هي مهمه جدا ومتواجده وغير مكلفه تماما وعندها فوائد صحيه كبيره. بالنسبه للمكونات انا حاولت انني نخليها ضفتها كيف ما كتشوفوا معايا هي لتحت باش كتزيد تطلق لينا او تتفاعل لينا مع بعضها وكتعطينا الفيتامينات والعناصر الغذائيه اللي احنا بغيناها، وبطبيعه الحال المذاق ديالو حلو يعني حيدنا هذيك المروره اللي كتكون في الحلبه في الغليه الاولى حيدناها، ومن بعد كنعاودو نغليوها لمده ديال 5 دقائق وكنصفيوها في الاول، ولا بغينا نضيفو هذوك الحبيبات النافع والزبيب والحلبه كنخليوها حتى الاخر وكنضيفوها وكتبقى تطلق لنا هذيك العناصر الغذائيه كتفاعل فيما بينها وكتعطينا مشروب صحي 100% وكيزيد الوزن بواحد الدرجه كبيره. وحتى المشكل ديال شحوب البشره البنات اللي عندهم البشره شاحبه الشفتين هذا المشروب غادي يعطيكم واحد النضاره لون طبيعي 100% بالنسبه للجلد او البشره ديال الوجه ديالكم. اذا كان هذا هو المشروب اللي شاركتكم اليوم، فنتمنى انكم تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء اللي عندهم مشاكل صحيه، اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم او نقص نسبه الحديد، اللي عندهم كذلك مشكل ديال تساقط الشعر، مجموعه من المشاكل الصحيه شحوب البشره قله القوه يعني الناس اللي كيحسوا بالعياء طيله اليوم، مشروب اللي غادي يعزز نسبه المناعه او المناعه في الجسم ديالكم وغادي يعالج لكم مجموعه من المشاكل الصحيه. كنتمنى انكم تاخذوه وتجربوه وتشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم. شكرا لكم، وان شاء الله غادي نشارككم مشروبات في الفيديوهات القادمه ووصفات اللي غتساهم في زياده الوزن وعلاج مشكل النحافه. شكرا لكم والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. Thank you.